بسم الله الرحمن الرحيم، متابعين قناة سيلة التعليمية. النهاردة بنكمل سلسلة ستوريز ويز مورالز، ومعانا هارت تاتشنج ستوري أو موفينج ستوري، بمعنى قصة محركة للمشاعر. فأرجو إن انتوا تظلوا معنا حتى النهاية. تبدو القصة سهلة وبسيطة في أولها، ولكن لن نعرف مدى قيمتها حتى نصل إلى النهاية، فأرجو أن تبقوا حتى النهاية. A long time ago, there was a beautiful apple tree. منذ زمن بعيد كانت هناك شجرة تفاح جميلة. A little boy came to play around it every day. وكعادة الأطفال الصغار، أتى ولد صغير لكي يلعب حول الشجرة كل يوم. He climbed to the top and ate the delicious apples. وكان يتسلق إلى قمة الشجرة وإلى أعلاها ويأكل التفاح اللذيذ. He took a nap under its shade. وكمان لما كان بيتعب كان بياخد غفوة. غفوة يعني بينام لمدة قليلة تحت ظل هذه الشجرة. He loved the tree and the tree loved to play with him. أحب الشجرة وحبت الشجرة أن تلعب معه. نشأت بينهم علاقة حب ومودة. ولكن عمر السعادة قليل. The little boy grew up and no longer played around the tree. كبر الولد، مش الولد، ما عادش بيلعب حوالين الشجرة. One day he came back and he was sad. في يوم رجع ولكن كان حزين. يا ترى ايه السبب؟ يا ترى عايز ايه؟ يا ترى راجع ليه؟ The tree was happy and asked him to play with her. قابلته الشجرة بكل الحب والترحاب وكانت سعيدة وأرادت أن تلعب معه. ولكن إيه رد فعله؟ He told her that he wasn't a kid anymore and that he didn't play around trees. أنا ما عدتش صغير، أنا ما عدتش الطفل اللي بلعب حوالين الشجرة. He said that he was sad because he didn't have money to buy toys. قال لها أنا حزين لأن ما معاش فلوس أشتري لعب ألعب بها، لأن أنا كبرت شوية وعايز ألعب بلعب، ما عادش عايز ألعب حوالين الشجرة. وبرغم رده القاسي عليها، the tree said that she was sorry because she didn't have money. But he could pick up her apples and sell them to get money and buy toys. أنا معاش فلوس أديها لك، أنا كل اللي معايا التفاح بتاعي، خده وبيعه وهات اللعب اللي أنت عايزها. The boy was so excited and happy. طبعا لازم أن يبقى مصار ويبقى سعيد. ليه؟ لأن هي أجابت لطلبه وحققت اللي هو عايزه. He picked up most of the apples on the tree. وبالفعل راح التقط وجمع معظم التفاح اللي على الشجرة. المصلحة تمت. هل لعب مع الشجرة؟ أبدا. He took the apples and left happily. خد التفاح وغادر في سعادة. ولكن كانت الشجرة سعيدة. ليه؟ سبب بسيط بس، ان هو سعيد. The boy never came back and the tree was sad.
ولم يعد منذ ذلك الوقت، وأحست الشجرة بالحزن الشديد. One day the boy who now turned into a man returned to the tree. وبعد مدة طويلة رجع الولد ولكن غير شكله، أصبح رجل، رجع للشجرة. يا ترى رجع تاني ليه؟ يا ترى عايز ايه؟ بقلبها الأبيض وضحكتها النقية، The tree was so excited and asked him to play with her. كانت سعيدة جدا وطلبت منه أن يلعب معاها. ألعب مين يا شيخة؟ هو أنا فاضي أصلا؟ أنا ما عادش عندي أي وقت أعمل أي حاجة. He told the tree that he didn't have time to play because he had a family. بقى عندي عيلة، أنا بقيت مسؤول، المسؤولية مموتاني، ما عادش عندي وقت حتى للعب. طيب اعمل لك ايه؟ انت عايز مني ايه اصلا؟ انت جاي لي ليه؟ He wanted to chop off her branches to build a house for his family. انا عايز اقطع الفروع بتاعتك عشان اعمل بيت لعيلتي. يا ترى رد فعل الشجرة ايه؟ وافقت الشجرة، ورغم القسوة فانها كانت سعيدة. The man cut all the branches of the tree. وقطع بالفعل كل فروعها. انتهت المصلحة. He took the wood and left. The tree was glad to see him happy. ورغم القسوة، ورغم ان هو ما التفتش للشجرة، فانها كانت سعيدة لان هو كان سعيد. The man never came back since then. The tree felt lonely and sad. ومنذ أن أخذ الفروع لم يعد مرة أخرى. أحست الشجرة بالحزن والوحدة. One hot summer day the man returned to the tree. وفجأة في يوم حر في الصيف رجع مرة تانية. يا ترى عايز إيه؟ يا ترى راجع ليه؟ The tree was delighted and wanted to play with him just like the old days. قابلته الشجرة بكل سرور وبكل سعادة. And wanted to play with him وأرادت أن تلعب معه مثل الأيام في الماضي. ولكن يا ترى هو جاي ليه؟ يا ترى هو عايز إيه؟ He told the tree that he was getting old and he wanted a boat to sail and relax. أنا كبرت، أنا تعبت، أنا عايز أقارب، أنا عايز أبحر، أنا عايز أستريح شوية، أنا عايز أحس بالراحة. بكل حب، بكل تضحية، The tree told him to cut down her trunk to build a boat to sail and be happy. أخبرته إنه يقطع أهم جزء فيها اللي هو جذعها عشان يبني قارب، عشان يبحر، عشان يحس بالسعادة. بكل قسوة، زمان قد داون ذا ترانك تو ميك ا بوت. لم يلتفت إليها، لم ينظر إليها، مصلحة بس. قطع جذع الشجرة عشان يعمل القارب. He went sailing and didn't show up for a long time. راح بعد أبحر ولم يعد منذ فترة طويلة. اختفى تماما. The man returned after many years and the tree told him that she didn't have anything to give him. No apples, no branches, no trunk. الضردة قابلته بدهشة وقالت له ما عادش عندي حاجة اديها لك، لا عاد عندي تفاح تقدر تاكله، ولا عاد عندي فروع تقدر تبني بها بيت، ولا عاد عندي جذع تقدر تعمل منه قارب. انت راجع ليه؟
انت عايز ايه؟ زمان said that he didn't have teeth to bite or strong legs to climb or sail. عجز الراجل، ما عادش عندي اسنان عشان اكل تفاح اصلا، او عاد عندي صحة ولا ارجل قوية عشان اتسلق الشجرة، او ان انا فيا حيل ان انا ابحر. كبر، ما عادش عنده اي اهداف. طب يا ترى راجع ليه؟ The tree was very sad because she didn't have anything to give him except her dying roots. حزن الشجرة الوحيد وشعورها بالحزن مش عشان أي حاجة إلا إن معادش عندها حاجة تديها له. ما فيش حاجة عندها إلا جذورها الميتة. The man said all he wanted to sit down and rest beside the tree roots. ما عادش عايز حاجة، ما عادش عايز من الدنيا حاجة، كل اللي أنا عايزه إن أنا أقعد جنبك واستريح. فعلا الرجوع للمكان اللي الواحد بيرتاح فيه دي أحسن حاجة. The man sat down and the tree was glad and smiled with trees. ما أجمل اللقاء بعد الغياب. جلس الرجل وكان سعيدا وابتسمت الشجرة وفي عينيها الدموع. This is the story of everyone. The tree is like our parents. When we were young, we loved to play with them. القصة دي يا جماعة قصتنا كلنا، قصة كل واحد فينا. الشجرة دي بترمز لأبونا وأمنا. دايما عندما كنا صغار كنا بنحب نلعب معاهم، دائما ما يحس الطفل بالحنان. We leave them when we grow up and try to be independent. كبرنا، مشينا عشان أسباب كتيرة، عشان نتعلم، عشان نسافر بحثا عن الرزق، ولكن نعود دائما. We only come to see them when we want something and when we are in trouble. نعود دائما امتى؟ بنيجي نشوفهم بس عشان احنا عايزين حاجة، عندنا طلب، عايزين فلوس، عايزين هدوم، عايزين، او عندنا مشاكل. We are in trouble. مين يسندنا؟ مين يحللنا مشاكلنا؟ مين يقف بجانبنا؟ دائما الاب والام. They are always there to give you everything to make you feel happy. دائما اما نخبط الباب هنلاقيهم سعداء وعلى استعداد تام يدونا اي حاجة عشان نشعر بالسعادة. ولكن لكل بداية نهاية. You may think that the boy was cruel to the tree, but this is how all of us treat our parents. We take them for granted. We don't appreciate all they do for us until it is too late. Don't neglect your parents. يمكن تعتقد ان الولد كان قاسي جدا مع الشجرة، ولكن دي طبيعة البشر، دي الطريقة اللي احنا بنعامل بها ابونا وامنا دايما. ليه؟ احنا معتقدين ان هما شيء مسلم به، معتقدين ان دايما لما نخبط الباب هنلاقيهم، معتقدين ان دايما ان هما هيدولنا اللي احنا عايزينه، لان هما دائما مصدر سعادتنا ومصدر حمايتنا. ما بنقدرش اللي بيعملوه.
ولكن امتى نقدر، امتى نحس بفايدتهم، امتى نحس بقيمتهم؟ اما يفوت الاوان، اما ترجع ما تلاقيش امك، اما ترجع ما تلاقيش ابوك. دائما هنحس بالندم لان احنا اهملناهم. لا تهمل والداك، لا تهمل والداك.